السلام عليكم. يا ساقط ساقط، ابنك جالس جنبك، انا شايف ابنك اهوت والكاميرا جابته. ابنك جالس جنبك وبتسب كده امام ولدك. اقول لك ساقط 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 ابنك ساقط ساقط ابنك جنبك ساقط الان. ساقط ساقط انت بتعلم ابنك لك السب، ساقط. انت عملتوا له 100، خلاص عملتوا له 100. ابنك جنبك، انا شايف الولد الصغير هو قفا سكر الخط. شفتم المعمم طال انتظار، شفتم سيد كبير عند الشيعة بكلمه كاميرا شافني ساقط ساقط وعمل لطمية للولد. ابنه جنبه بيسب، يا الله، بدل ما يعلم ابنه حاجة، بدل ما يعلم ابنه القرآن، بدل ما يعلم ابنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بيتصل عليا تاني هو، والله خلينا ناخده، بس بيتصل المرة دي مكالمة. ماذا يريد؟ خلينا نشوفه كده. ابنك جنبك وبتسب، ساقط. انت مش مستحي وابنك جنبك وبتسب. اي ساقط انت، طب انت بتعلم ابنك السب. انت ساقط ساقط انت. مش شكرا، مش هرد عليك. انت بتعلم ابنك السب. اقول لك ساقط انت. طيب شكرا، انت بتعلم ابنك السب بقى، مش المفروض تعلمه القرآن، تعلمه اي شيء؟ ساقط. انت لهذه الدرجة؟ من وراكم من وراكم اتعلمنا السب من وراكم. لا، اتعلمت من اللي ورايا ده السب، من كتب الإمامية، كتاب مرآة العقول، وكتاب الكافي، من وكتاب وراكم يا البحار. وهابية يا نكسين. ايوه، دين قذر، دين سب ولعن، اعوذ بالله. وهابية يا نكسين. ابنك قاعد جنبك بتعلمه كده، ده الولد صغير، انا شايف الولد حوالي 12 سنة، 10 سنوات، 12 سنة، بتعلم ابنك السب واللعن. مش مستحي انك تسب امام ابنك؟ مش مستحي ان زوجتك جنبك، ممكن تكون زوجتك جنبك لان ده من الولد جنبك، بتسب امام زوجتك كده؟ ترضى ان زوجتك تسمع السب ده منك؟ ترضى ان ابنك يسمع السب ده منك وزوجتك تسمع السب؟ زوجتك موافقه على اللي انت بتعمله ده؟ ارزلك 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 ودعتك. ترزلني؟ طب زوجتك عالمه انك بتسوي كده؟ يعني زوجتك موافقه قاعده جنبك بتصفق لك مثلا؟ والولد اللي جنبك ده، الولد صعب عليا، بدل ما تعلمه القران، بدل ما تعلمه دين، بدل ما تعلم ابنك اي حاجه، مش تتعلم السب. انت انسان مو شريف. شكرا شكرا، انا مش هرد مو عليك. شريف، والله العظيم مو شريف، احلف عليك انت مو شريف. وانا مش هرد عليك، ما انت ليك حق تقول عني ذلك، لان محمد بن يعقوب الكليني روى لكم روايه في كتاب الكافي، الناس كلها اولاد بغايا، اي المراه كثيره الزنا، ما خلا شيعتنا. فاي واحد مش شيعي عندكم فهو مش شريف فعلا، فانت لكم حق ان انتم تسبوا الينا ونحن لا نرد عليكم الاساءه يا طال انتظار. يا ايها المعمم، انت سيد في الحوزه ازاي؟ وتعلم المعممين ايه بس؟ لان انت مستواك ضحل، لازم انزل المستواك، لان ناقص. شكرا شكرا، مش هرد عليك برضو الاساءه، انت بتحاول تجرني ان انا اسيء اليك، لكن انا لن ارد عليك الاساءه. يكفي عوام الشيعه وعقلاء الشيعه بيستمعوا الان ويروا اني لا ارد عليك الاساءه. إيه هو انت ما الرجاله ما الرجاله. شكرا شكرا، مش هرد عليك الاساءه، مش هرد عليك الاساءه. اجتهد عشان اجتهد على نفسك. مش هرد عليك الاساءه برضه، مش هرد عليك الاساءه، بس يكفي ان زوجتك تبقى جالسه سامعه، يكفي ان ابنك يبقى جالس سامع، يكفي ان الشيعه كلهم اللي بيسمعوك او المعممين اللي بيدرسوا تحت ايدك في الحوزه، يكفي ان يبقوا جالسين سامعين سبك ولعنك، وانت عاجز تحاور او تثبت هذا المعتقد او تسال سؤال بادب، لكن انت سباك. انت مو شريف. شكرا يا شريف، شكرا ما تكتب. شكرا شكرا، مش هرد عليك. شكرا، انا الافضل ان اغلق واجعل الحكم للشيعي العاقل. تاخد دينك من ده ايها المعمم اللي لسه بتدرس في الحوزه؟ تاخد دينك من ده؟ بتجلس تحت قدم هذا وتستمعوا اليه وتاخذون دينكم منه؟ يعني انتم تتقربون الى الله باخذ دينكم من هذا الرجل؟ انا اقول لك لكل شيء، والله بيتصل علي، اقسم بالله، والله اهو ها هو بيتصل علي تاني عشان ارد عليه وعلشان يسب ويلعن. شفتم؟ علشان ارد عليه وعشان يسب ويلعن، بيتصل من الجوال وبيتصل من هما الاثنين واحد. بصوا علشان ايه؟ بصوا اهو. يا ساقط، شفتم 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 يا شيعة، مش هنزل لهذا المستوى. وتحملت السب وهذه الإهانات حتى أوصل لكم أيها الشيعة، أيها العقلاء الشيعة، هذه رسالة إلى كل شيعي عاقل. أفك بقى، أفك بقى من هذه الديانة، أنت خليك عاقل بقى، أنت وأهلك انجوا بأهلك ونفسك من هذا الدين، وانتفضوا من هذا المعتقد الإجرامي السباب اللعان. كان معكم سيد الشيعة بالحوزة، حكم لكل شيء عاقل وكل شيعية عاقلة، هل هذا دين محمد وآل محمد عليه السلام؟